وللوقوف أكثر على انتهاكات النظام السوري والعقوبات الغربية عليه في ظل حالة من تطبيع العلاقات معه من بعض الدول، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. مرحبا بك معنا سيد ياسر. أهلا وسهلا بكم. يعني على الرغم من المباحثات التركية الروسية المستمرة حول الوضع في سوريا، لا يزال الأسد ونظامه مستمرين في قصف المدنيين بشكل متوالي في أكثر من منطقة. ما الأوراق التي يهدف إليها الأسد من وراء هذا القصف المتجدد؟ يعني بتصوري ليست القضية قضية الأسد، وإنما هي حالة التجاذب ما بين النفوذ الروسي والنفوذ الإيراني. إيران ترى نفسها أنها تبعد تدريجيا على المسار السياسي، وتجد نفسها أن هناك يعني عملية تشكل لحلف قد يكون بلحظة من اللحظات متخذا قرار أن لا يكون لإيران أي نفوذ في سوريا. إيران لا تقبل بذلك، وهي ترى أن أي استقرار للحالة ما بين روسيا وتركيا يكون على حساب المصلحة الإيرانية. لذلك نجد أن هذه الميليشيات التي تخضع لإيران والتي تمتثل لأوامرها هي التي تقوم بعمليات الاختراقات، وهناك أيضا رضا روسي كون أن روسيا تقرأ في هذا يعني الضغط على تركيا أنه يشكل المصلحة، كون أن تركيا تصعد يعني بالتصريحات حول عملية عسكرية مفترضة في الشمال شرق سوريا، وبالتالي سيكون هناك يعني واجب على ما يمثلون القوى الكردية البي واي دي واليبيجي المزيد من التقارب إلى روسيا والامتثال إلى الأوامر الروسية، والتي تريدهم أن ينساقوا ضمن مشروع مصالحة شأن ما حصل في جنوب سوريا. إذن البي كي كي عندما يتعرض الأتراك إلى ضغط في مناطق شمال غرب سوريا تفسر التصريحات التركية على أن هناك مزيد من يعني الإرادة في عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، كون أن قوات البي كي كي هي التي تفتعل مثل هذه المواجهات تارة والميليشيات الإيرانية تارة أخرى. ماذا عن موقف المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات والقصف المتشدد، وخاصة القصف الأخير على قرية كفر نوران؟ بتصوري يعني المجتمع الدولي اعتاد على تصدير بيانات الإدانة، ولكنه لا يتخذ موقفا جديا بشكل كامل. الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترى أن هناك خوف حقيقي على نقاط الحدود المشتركة ما بين يعني نقاط التماس المشتركة في مناطق شمال غرب سوريا تصعد اللهجة يعني في آن، ولكن عندما يكون الأمر فقط مجرد قصف عن بعد سواء بالمدفعية أو بقذائف يعني المتحكم فيها عن بعد أو حتى بالطيران ويكون من ورائها أيضا روسيا، فسيكون هناك مجرد تصريحات بالتنديد لا يعقب ذلك أي شيء. حتى تركيا تحرج من مثل هذا التصعيد، ولكنها وترى أن مثل هذا التصعيد يزيد من الشرخ اللي هو ما بين الحاضنة السورية في هذه المنطقة التي ترى في تركيا ضامنة لعملية يعني الاستقرار في هذه المنطقة، وروسيا تكون من خلال هذا الضغط تضغط أيضا على تركيا من أجل مزيد من التنازل. المعارضة السورية بالعودة إلى موضوع العقوبات الأوروبية رحبت بالعقوبات التي قررها الغرب، ويعني هنا يكمن السؤال، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه العقوبات يمكن أن تكون رادعة للنظام في انتهاكاته وجرائمه ضد الشعب السوري؟ كبداية العقوبات أتت في توقيت فعلا إيجابي. نحن نعلم أن هذه العقوبات تجدد كل سنة في حزيران من كل عام، وهذه العقوبات مستمرة إلى حزيران عام 2022. صدور قائمة جديدة من العقوبات في هذا التوقيت بالذات أعطى دفعا بالنسبة للمعارضة على أنه لا يوجد مشروع تطبيع وإعادة تدوير لهذا النظام. لذلك أنا أرى أن التوقيت كان مناسب. أما عن ماهية هذه العقوبات وسبل يعني التي يمكن أن تحققها هذه العقوبات، أتصور الجميع يعلم أن كل الأنظمة الشمولية ترى في مثل يعني في كل هذه العقوبات أنها لا تزيحها عن سلطة الحكم، هي تقدم شعوبها قرابين وتقدم المصلحة الاقتصادية للشعوب كقرابين من أجل بقائها على الكرسي. لذلك أنا بتصور بشار الأسد يعني آخر همه مثل هذه العقوبات، ويرى في نفسه يمكن أن يحكم سوريا حتى ولو كان هناك عقوبات تمارس على كل الشعب السوري ويتم تهجير لكل الشعب السوري. هذا ما وجدناه في الآونة الأخيرة من عام
عملية نزوح جديدة من مناطق النظام عبر بيلاروسيا باتجاه أوروبا. كل هذه العمليات النزوح مسؤول عنها النظام، وكل هذا الضغوط التي يتعرض لها الشعب السوري مسؤول عن النظام، ولكن في النتيجة النظام لا يعني لا يؤثر في هذا الأمر على مسار استمراري، كون أن هناك إيران وروسيا يمدونه دعما عسكريا، وهذا هو ما يقول. إذن ما قيمة هذه العقوبات أستاذ ياسر؟ أنا بتصوري العقوبات تعطي مؤشر واضح على أن هذا النظام هو نظام مارق على القانون الدولي، لا يمكن أن يكون هناك فعلا إعادة تطبيع مع هذا النظام، كون أنه من يطبع مع هذا النظام يتحمل مسؤولية انتهاك النظام للقوانين الدولية وارتكابه لجرائم حرب. تصميم الدول الغربية على أن هذا النظام مارق ويعني تجاوز القوانين الدولية تحمل مسؤولية من يتقرب من هذا النظام على أنه أيضا سيكون مساندا لنظام يعني مطلوب دوليا. لذلك أنا بتصوري قيمة هذه العقوبات تبطئ من عملية التقارب وإعادة تعويم النظام، وتفضح على أن هذا النظام لا يمكن تعويمه بالمطلق. يعني أستاذ ياسر، عقوبات تحدثنا عليها من أوروبا ومن الغرب، ولكن بعض البلدان الأخرى تهرول نحو التطبيع مع النظام، كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟ بداية عملية تطبيع النظام هي أيضا في سجل حالة إعلامية وفقاعة إعلامية، فيما إذا بقيت على عملية تطبيع بدون أن يكون هناك عمليا دعم اقتصادي لهذا النظام وإعادة مساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. نعلم أن أهم الدول التي يمكن أن تساهم في مشاريع إعادة الإعمار هي الدول الغربية، وأنا بتصوري هذه العقوبات تعطي مؤشرا واضحا على أنه لا يوجد تجاوز لعمليات إعادة الإعمار إلا في حال تحقيق عملية انتقال سياسي. أما بالنسبة للدول التي تتسابق، أنا بتصوري هي لا يوجد دول، وإنما نحن نتكلم عن دولتين في الآونة الأخيرة. الأولى الجزائر التي هي موقفها لم يتغير منذ الفترة الأولى، وهي كانت تصوت يعني بالإحجام عن عملية إخراج النظام من مشروع يعني من كمقعد الجامعة العربية وتجميد عضويته. والثانية هي الإمارات. أنا بتصوري الإمارات الآن تحاول أن تلعب خط وسط ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، هي ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية غير متشددة وتريد أن تحقق تجاوبا مع روسيا من خلال التفعيل الاقتصادي مع النظام، ولكن كما ذكرت هناك سقف المطالبة القانونية والعقوبات الدولية والاختراقات للقانون الدولي. أنا بتصوري لا يمكن أن يعاد تدوير هذا النظام خارج إطار القوانين الدولية 2254 على وجه التحديد، ولا تستطيع لا الإمارات على حجمها الصغير ولا أي دولة كبرى أن تحقق مثل هذا الأمر وتخترق القانون أو القوانين المتبعة في عملية إنضاج حل سياسي في سوريا. أشكرك جزيلا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النشر، شكرا لك.